السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة جاسم حسن فني ديكور. إن شاء الله النهاردة نتعلم إزاي ننفذ نفس التصميم ده هو على غرفة بس مش مربعة، مستطيلة شوية. الاختلاف هيبقى وسطاني بس في المربع، بدل ما هو مربع هيبقى مستطيل. تمام، ده نموذج طبعا بعد ما خلصنا التصميم ونفذناه. إزاي تنفذ وترسم ديكور وتنسقه على حسب المساحة اللي عندك بطريقة احترافية. ده الشغل بعد ما هو خلص، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن اهي. وده ديكور تاني في نفس الغرفة طبعا، ايه من ناحية الشمال برضو. ان شاء الله نتعلم النهاردة مع بعض ازاي نرسمهم هما الاتنين ونقسمهم على المساحات الموجودة عندنا. طبعا كالعادة زي ما احنا متعودين، اول ما بنخش اي غرفة او اي مساحة عندنا لازم نسنتر الشغل طول وعرض. بنحدد المساحة عندنا طول وعرض كام، نعرف السنتر فين عشان نعرف نقسم عليه باقي الشغل. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة ليصلك كل ما هو جديد بإذن الله. طبعا بعد ما قسمنا المسافات هنضرب خيط طول وعرض على المساحات اللي احنا قسناها. هنبدأ بعد كده نحدد بيت النور معانا مساحته كام. لو هو 40 هتنزل منه مثلا 12 سنتي او 10 سنتي، ايا كان المسافة اللي انت عايز تسيبها بتاعت الاضاءة المخفية. هتخصمهم ال40 مثلا وتتعلم عليهم وتروح ضرب خيط عليهم ال4 زوايا. احنا هنا علمنا على 27 وضربنا خيط اهو، حددنا كده بيت النور من ال4 جناب ورحنا ضاربين خيط، يعني البروز من الحيط لبره على السقف 27 سنتي. كده احنا خلصنا بيت النور اللي حوالين دايري اللي هو الاساس. هنبدأ نشتغل بقى في المربع الوسطاني اللي هو مستطيل، مش مربع، مستطيل. طبعا احنا نيجي نبص هنا بقى ايه بيت النور، احنا قلنا مثلا 40 40، نروحوا عاملين علام من الحيط على السقف 40، وروح قاسمين المسافة الوسطاني ما بين ال40 سنتي اللي هي بتاعت بيت النور وما بين المنتصف خط النص كام، بتروح معلم علام. طبعا بعد ما بتعلم علام انت عايز مثلا تخلي المستطيل الوسطاني عرضه لو 30 سنتي، من العلام اللي انت علمته هتعرض تمام 15 يمين و15 شمال، كده اعطانا 30 سنتي من نص العلام اللي انت علمته. طب ده اعطاني 30 سنتي صافي، انا عاوز اعمل مثلا اضاءة مخفية يمين وشمال، يبقى ارد 10 لجوه و10 لجوه. يبقى انت كده المستطيل اللي هتضربه الاساسي الخطان مضروبة على 10 سنتي، وترد منها 10 سنتي يمين وعشرة شمال تديك ال30 سنتي اللي انت عايزه اهو، زي ما احنا معلمين كده اهو. تاني لو انت علمت بعد ما قسنا ال40 سنتي وخصمناها مثلا من نص النص، هتقيس لحد النص كام، لو هي مثلا متر هتقسم انت 50، ال50 لو انت عايز عرض المستطيل 30 سنتي هتقسم 15 سنتي يمين و15 سنتي شمال بيجوا 30. هترد منهم الإضاءة من الخط اللي انت علمته صغير، تاخد 5 يمين و5 شمال بقت 10 سنتي وتروح درب عليهم خيط اهو. كده احنا ضربنا ايه الخيط، هنضرب الخيط يبقى كده ال4 جناب اعطانا مستطيل وسطاني. كده ايه المستطيل خلص. هنبدأ بعد كده نحدد بقى ايه الكوابيل اللي هي الوسطانية. الكابول عرضه 8 سنتي، يديك صافي 10.5، وتسيب المسافة ما بين الكابول الأولاني وما بين المستطيل الأولاني اللي هو المربع الكبير، لأن دول مستوى تاني وحديهم، مستوى صغير يبقى فوق ايه المستطيل. ضاربين الخيط احنا على 8 سنتي، عرضهم 8 سنتي، المسافة ما بينهم من بعضهم الفاصل 20 سنتي، على قد مسافة مثلا الشنور عشان تشتغل.
بعد كده قاعدين معانا ايه التلات كوابيل اللي هم فيهم السبورتات دول، من ناحية واحدة هنعلمهم نفس العرض اللي احنا عملناه هناك اللي هو 8 سنتي، هيبقى صافي 10.5 بعد الدبس، بعد ما تركب الناب بتاعتك وصافي خالص هيبقى 10.5. الفاصل ما بين الكابول واخوه التاني 20 سنتي، 22 سنتي ماشي، 25 سنتي ماشي، عشان تبقى مرتاح في الشغل ويبقى منسقين معاك وتعرف تاخد راحتك وتشطبهم كويس. بعد ما علمت طبعا يمين وشمال 8 سنتي بالميزان كده او اي مسطرة، وتاخد خط على العلمين اللي انت خدتهم، هيجي يديك عرض الكابول اهو 8 سنتي صافي. بعد كده تحدد الطول بتاعهم وانت عايزه كام، يعني يبرز عرضه مثلا 50 سنتي، 60 سنتي، 70، على حسب المساحة اللي عندك بتحدد الشغل اللي انت عايزه. بعد كده احنا هنخش بقى ايه الغرفة التانية. طبعا احنا عندنا هنا الديكور في بيت نور حوالين داير وقوس دائري ماشي، وثلاث كوابيل وثلاث كوابيل، ثلاث كوابيل فيهم 2 مقاس 7 وواحد طويل وصلاني. طبعا عندنا الغرفة دي شايف المساحة صغيرة خالص، بس برضو احنا عندنا الحمد لله مهارة عالية ازاي تقسم وتوزع الشغل بتاعك على حسب المساحة الموجودة عندك وتطلعه فين الشكل كويس. طبعا احنا هنا عشان تعمل القوس انت لازم تعمله في المنتصف. طبعا احنا اي بيت نور زي ما احنا عملناه نفس اللي عملناه في الباكية التانية هنعمله هنا. احنا ضربنا خيط مثلا على، بس هنا قللنا بيت النور شوية، ضربنا مثلا بيت النور على 25 تمام، ورحنا ايه قسمنا الشغل بعد ما سنترنا طبعا وظبطنا، دينا على خط النص ورحنا لفين دايرة عكسية، ده قوس دايرة عكسية. طبعا الدايرة دي انت لو عايزها 20 او 30 هتقسم مسافة النص، هتاخد مثلا لو 20 10 يمين و10 شمال من خط النص اهو زي كده، يعني لازم يبقى نص القوس وانت ماشي على الاكس اللي هو بتاع ايه الغرفة. بعد كده نحدد بقى ايه الست كوابيل اللي هم دول. طبعا خط النص لازم يمشي معانا، هو الكابول الوسطاني بيبقى على الخط. لو احنا عايزين عرض 8 سنتي هناخد 4 سنتي يمين واربعة سنتي شمال خط النص. بعد كده تحدد الفاصل بتاعك ايا كان، عايز 20 سنتي ماشي، احنا تقريبا بنشتغل على 20 سنتي، 22 سنتي. كده اول خط النص عليه ايه كابول، خدنا فاصل 20 سنتي ورحنا عاملين كابول التاني، خدنا فاصل 20 سنتي وخدنا ايه الكابول الناحية التانية، ضربنا اللي هما جوه واللي بره مع بعض، هنفصلهم بقى ايه بعلامات معينة. بعد ما بيجوا مثلا التلاتة معانا على خيط واحد هنبدأ نحدد بقى ايه انت عايز كام بعد الدايرة بروز لبره، كام عايز 20 سنتي، 30 سنتي، الشكل اللي انتوا شايفه كويس على حسب المساحة الموجودة عندك، مالكش دعوة بالشغل بتاعنا، كل ديكور وكل حاجة بتنسقها على حسب المساحة الموجودة عندك. عملنا 2 أطوال على مسافة واحدة وواحد أطول منهم ايه ب10 سنتي. العلامات اللي عملنا عليها اكس دي مش شغالة معانا، اللي هو الفاصل ما بين القوابين دول الصغيرين والتانيين الكبار. بعد ما علمنا العلامات طبعا كلها، رسمنا الديكور يمين وشمال، هنبدأ بقى ايه ندق حديد. الصورة كده ورحت معانا، طبعا معلش الشباب شغالين دقوا حديد واحنا بنرسم طبعا عشان ما ينفعش نقف كلنا. اي خيط انت علمته من طول تمام والرسمه تمام هتدق عليها الحديد. طبعا ايه مرحله الحديد دي ممكن في فيديوهات قديمه باينه عندك تحت في القناه كلها. واحد تخلي بالك من المستوى اللي فوق، هنا في مستويين، يعني الدايره تلاقيها ماشيه فوق بيت النور. رجعنا تاني طبعا للغرفه الاولى اللي هي مستطيله، واحده مستطيله وواحده مربعه.
طبعا تثبيت الحديد ده حاجة سهلة وبسيطة. احنا اهم حاجة الفكرة عندنا ازاي توزع الشغل مثلا على حسب المساحة اللي عندك، ازاي تنسق الديكور. احنا عايزين نوصل لك ازاي ترسم او ازاي تبدأ مثلا في الديكور، خطوات العمل بتاعك. لكن تركيب الحديد والحاجات التانية دي حاجة أساسية يعني عادية يعني. أهم حاجة في الديكور إن أنت إزاي توزع المساحات، مش شرط إن أنت تخطأ أو تعلم علام غلط، المهم إن أنت توصل نتيجة صح في الآخر. العميل لما بيختار صورة، مش ما بيديكش مساحاتك مثلا كام أو بيوزع لك الشغل، لا أنت بذهنك وبفكرك بتنسق الحاجة على حسب المكان اللي قدامك. طبعا دقينا الحديد في الديكورين، خلصنا دق حديد كده، هنبدأ نشتغل في المرحلة ايه التالتة اللي هي بعد ما رسمنا ودقينا حديد وظبطنا الدنيا، هنبدأ نحدد بقى ايه النزول بتاعنا. احنا محددينه مثلا لو انت عايزه 13 15 20، كل واحد بيشتغل على حسب طلب او طبيعة شغله، هو بيشتغل على كام اللي هو شايفه اشيك مثلا. طبعا احنا حددنا النزول بناء على اللي احنا دقينا على الحيط، مثلا لو احنا عايزينه مثلا يعني 13 احنا بنقطع له مثلا 15 جايم عشان نجبه لسه على الشرب اللي احنا واخدينه عشان المطبات بتاعة السقف. هنبدأ نثبت الجوانب كلها بتاعتنا ايه على جميع الحديد اللي احنا دقناه. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة ليصلك كل جميع الفيديوهات اللي بتنزل ان شاء الله على القناة. طبعا بعد ما ركبنا الجوائم كلها ايه هنبدأ بقى ايه ننشر الزيادة عشان يبقى نفس الوزن اللي على الحيط هي اللي بره، يبقى الشغل كله عندك ميزان. بدأنا ننشر الزيادة اللي احنا حاطينها عشان المطبات بتاعت السقف. بعد كده المرحلة اللي بعد كده نبدأ ايه نشد الزاوية اللي تحت. بعد ما جبنا الزيادة بتاعتنا هنبدأ نشد الزاوية وتعمل طرف رباط عشان تشبك الجناب كلها مع بعضيه. أهم حاجة في الشغل الحديد في الزاوية اللي تحت إن أنت تشبك الشغل في بعضيه عشان يبقى أمتن وما يروحش معاك بإيد. الزاوية الحالة الوسطانية كده او طرف الرباط ما شغال معانا على طول. عشان ما تغلبش روحك وتتعب روحك انت تاخد الزاوية الاول تديها اول مسمار وتطرح منها مثلا يمين 20 سنتي ويمين 20 سنتي شمال 20 سنتي. بعد ما خدت اول مسمار وسطاني تروح قص ايه القصة بتاعتك وبعد كده تكمل الشغل. خلي بالك لاحظت الصورة، الشغل ده هو مستويين يعني الدايرة والكوابيل اللي هي جوه على بيت النور مستوى لوحديهم وباقي الكوابيل اللي بره تبقى بارزة. فاحنا نضطر ايه نقفل باقي الشغل ده الأول عشان نبدأ نسكر ايه من تحت. بدأنا في التقفيل طبعا.
البلاطة هنا ما تنساش برضو نفس اللي احنا عملناه وبنقول على طول. الحطان هنا كلها أغلبية فيها مطبات، في حطان مش عدلة، فانت لو عايز بيت النور صافي مثلا 40 سنتي، بتقطع 42 او 43 على حسب الوضع اللي قدامك، عشان تضرب خيط على السوكة من قدام وتشيل الزيادة زي القصة بتاعت اللي ايه القوايم اللي هي نازلة اللي هي 13، واحنا قاطعينها على 15. بدأ يظهر معانا الديكور. نعتذر من قلة الإضاءة لأن الشقة بس ما فيهاش منفذ شوية، أو بدلنا نقفل طبعا الشغل باين واضح مع حضراتكم. طبعا نعتذر لأن الإضاءة ما كانتش كافية وما عرفناش نصور، بس المراحل باقي الشغل طبعا هتلاقيها في فيديوهات قديمة عندنا كده. الفينش اللي هو المرحلة الأخيرة، مرحلة المعجون بعد تركيب الميتال والشاش، فتحنا السبوتات كمان. ده منظر طبعا ايه الديكور بعد الفينش. ما شاء الله تبارك الرحمن. تصميم وتنفيذ قاسم حسن. يا رب ينول إعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.